جماعه الخير عشان العيون راح اركز عليها، العيون راح نطول عليها اليوم. وين بتروح اليوم؟ اليوم بنشتر، وين بنروح يا بنات؟ اليوم بس طبعا شارين اشياء يا جماعه لليوم الوطني. اول شيء سوينا توزيعات، اي واحد يحصلنا بالطريق ياخذ منه هديه، لان شو اسمه احنا بنوزع ان شاء الله ما تخلص. راح نحط فيها، اقول لهم ايه اقول لهم لا خلاص بخليها في بث هند، ما راح اقول. راح نحط هدايا مره حلوه وهدايا ثمينه، اوكي؟ راح نسويها معكم بلايف هند، مو دحين، الحين بسوي معكم ميك اب. انا اللوك اليوم الوطني تكفين. بس عادي ايش هنشل بس الفرش فرش. اي هذه الحمد لله. شوف طب اسمعي، كادي يمديش تغيري مكانش لو اثبت الجوال على دقيقه بجيب لك حاجه. ودي اثبته على الطاوله، عرفتي؟ لا دقيقه. برافو عليك، هون شكف وهون شكف، بس لا تهزين. ايوه قربيها مني. اي دقيقه عشان تثبت الجوال. يهز ثبتيه، هذا اللي بثبته كذا. ما راح تحرك، نسيت تحرك لانكم في السرير. قوموا اقعد على الكنبه، قوموا اقعد على الكنبه. صدقيني مكيف، ما يحبوا البنات. قالوا لا بربي. انت فصلتي شيء؟ ايش فصلت الاضاءه بدون يهتز. بنات خلاص يهتز هذه. اي طريق بريح ليه زين كادي تكفين. خلاص تعال كادي قاعدين يا زينكم. قمتوا من على السرير؟ ترى ما حطول، ما حطول والله. لا عادي خبرتك كادي. اصبر بنات، خليهم يوخرون من السرير، تسوي ميك اب زي الناس. يا تخيلوا اهز كذا في عيني وتدخل فرشه في عيني، شقع بكم بعدين. خلاص قمنا. ايوه شكرا. عمري السروال الاخضر. اعطيني الطنيه اللي وراك اسحبي. يلا بسرعة ورانا لايف. الله ثبات لسه يهز. لا ثابت، بس أنا إذا اهتزت يهز. المهم يا جماعة الخير، اليوم راح نبدأ نسوي ميك اب لوك اليوم الوطني. الحاضر يعلم الغايب، شير واللايف كبس اللايف. طبعا راح نسوي اللوك مرة خفيف لطيف، وراح نركز على الوجه. راح نرسم هنا نخلة، طبعا راح أخلي البنات شوي يساعدوني. راح استخدم بلت غريب جدا، اخذته من شي جلام، الوانه كلها خضراء، بس عشان يثبت الميك اب راح نحط كونسيلر فوق العين، اوكي؟ اوكر يلا نبدا يا جماعه الخير. اول شيء راح استخدم كونسيلر من اوربن ديكي بشويش. وشو؟ ايش اللي مو واضح؟ مشوش مو واضح، شكلها النت شقطه. التحديث الجديد التيك توك سيء مره في الجوده. اما تمزحين صح؟ اقسم بالله تخيلي بثيت كني ماينكرافت كذا اقبش. يقولون ان انا الحين ماينكرافت. ايه مو واضح مشوش. يعني اذا تحركتي كذا يغبش شوي. يعني ما اتحرك الحين؟ اتحرك انا واجد. وش اسوي بنات؟ وش اسوي؟ خلاص ما عندي نت، انا في الرياض. سوري بنات صوتي عالي. راح استخدم اوربن ديكي كونسيلر فوق، صار واضح الحمد لله. طيب كتغطية عندنا لميك اب اليوم الوطني. بنات هذه امكانياتي وهذا اللي اقدر عليه باللايف، هذا نتي هذا مكاني. تبون حياكم الله، ما تبون خلي عقلي، خلوني خلاص سلف على راحتي. المهم راح استخدم فرشة، وكالعادة ما غسلت فرشي وما اتوب. راح استخدم فرشة كبيرة عشان اوزع الكونسيلر حول العين، تمام؟ كذا كبيرة. راح اوزعها حول العين بشكل خفيف عشان ابغى معي لون يثبت، تمام؟ بسم الله. الان نحط على العين الثانيه نوزعها. بنات ايش في بالكم؟ ودي ارسم ايلانر فيه نخله كذا على جنب. ودي ارسم نخله كذا على جنب الزاويه. ايش رايكم؟ ولا تحسون استعجلت شوي؟ صح؟ تحسون احلى كذا؟ انت العسل يا حياتي. طيب يقولون الحين مشوش. ان شاء الله بنات ابغى بث براحتي، ساعدوني. خلاص عادي عادي مو مشوش مره. واضح؟ يا كذابين، اليوم في فعاليات، اليوم ام الفعاليات. ما تقبلتها احس، يا رب ما تتقبلين طول حياتك. يلا. لا احب ارد، انبسط. احس كذا استلذ من الطاقه السلبيه، ما ادري كيف. اخضر. ايش؟ جايبه بلت اخضر. المهم يا جماعه الخير راح نبدا اليوم بيس نود. انا ما جبت بلت نود صح؟ من الحماس.
خلاص عادي. صباح الظهر حبيبتي صباح الخير. طبعا البنت هذا من ال اي جر بنات ما في نود. اعطيني نود. تخيلي شربت مويه وبعدين شفنا عادي طيب. لا والله عادي جدا. انا دحين استعبت ان انا ماني جايبه بلت نوت من الحماس، جبت كله اخضر. بنات جبت بلت كله اخضر. عيوني جبت بلت كله تحت الاضاءه. تكفين ما نخليك ما نخليك خلاص. ما عند هند بلت؟ شوفي هنا في بلت اكيد. بلت نوت حبيبي. يلا بسم الله اليوم الوطني. خلنا نبدا بالاساسيات. طيب راح اخذ فرشاه مدببه زي كذا تمام. راح اخذ اللون، انا احس ان هذا اللون الاخضر اللون المقارب لليوم الوطني. ارحب يا انس. طيب راح احطه في مدمع العين كذا. اليوم راح اسوي تقريبا اللوك راح يكون اكثر على الايلاينر. طيب فيها كونتور، ابغى شيء فيه نود بيج اي شيء. طيب راح احط هنا عند المدمع. طيب ها حبيبتي ايه عادي جيبي. راح ابدا احط من الزاويه الطرف هنا لون اخضر. ما نبغى كلنا نصير لوننا اخضر مره عشان ما يصير اللوك اوفر، عرفتوا؟ فراح اخليه يعني شيء بسيط بس من الزوايا اللون الاخضر. حنركز بالايلاينر. طيب كذا شكرا حبيبتي كذا. طيب راح اخذ شوي من اللون الفاتح وراح ادمجه على فوق كذا عشان يندمج اللون الفاتح مع الغامق. ادمجي ما راح ادمجي الحين اصبري. راح اخذ الغامق راح احط هنا كذا. العيد حبايبي انسوا ان شاء الله. ماير بالرياض يا انا بالرياض، ما تشوفين النت خايس بالرياض بيت هند ما في شبكه. المهم راح اسوي الحين شوي فاتح من هنا عشان ادمجه سوا. طيب راح اخذ فرشه دمج، الفرشه تجيكم زي كذا عشان ادمج. ابدا اسوي بلندنج للونين مع بعض. اسوي بالسناب ليه مو واضح؟ يقولون يقطع اسوي بالسناب. لا ما لي خلق بنات. المهم وندمج الجهه الثانيه كذا. طيب نبغى ندمج اللونين سوا ونسحب على برا كذا. اوكي اوكي ندمج هنا شوي بعد ابغى يندمج مره. راح اخذ الان اي درجه نوت اي درجه نوت عندي. بنات انا مليت ودي الف على الطاوله يهتز واجد والله. طيب تجين هنا؟ لا لا حطي انا كسرت. اجي مكانكم. تعالي مكانكم والله بس تشيلون الاغراض اخاف يقطع. يقفل الفوق. بدي بس احد يشيل كذا. انت افقعي قوم قوم افقعي شيلي حطي على الطاوله عبال ما اشيل الاغراض. تمام تمام يلا عشان ما يهتز كل شوي. لا توري لهم شكلي. تبين تطلعين يا اختي؟ شايفه هذا؟ طيب هذا توري شوي. جيتكم جيتكم عشان النت بقعد في الارض. شوفوني يا الله غطت علي الشمس. اصبري اصبري قاعد اغير مكان. كذا كذا اوضح. اما انا ما اشوف بس انتوا تشوفوني. يلا اوكي مو مشكله اهم شيء انكم تشوفوني. خلاص كذا يلا البس الميك اب. انا واضحه والله ما ادري ايش رايكم يا بنات احذفين الشعر. لا ما انت واضحه تعالي. ايش رايكم بنات؟ بلبسه بستهبل عليكم اليوم. شوفوا انتوا وياها اي ترى جايبه معي اسلحه. ها جايبه معي بخاخات اي احد يبخ عليها بخف عينه. تمام انتوا وياها ما راح البسه استهبل بس بلبسه بعدين كف عليها. يلا يلا خلينا نكمل الحين. انا احب الثبات الحين ثابت يعني ما يهتز الجوال انا اهتز. اوكي راح اخذ بيس نود لون موكا. طيب راح احطه هنا كتثبيت بس للعين. انا ما ابغى الصراحه اركز بلون ابيض او شيء فاتح لاني ما ابغى ابين مره اوفر. راح احط على العين الثانيه كتثبيت برضو كذا. قولي لي اذا مو واضح. طيب واضح يعلق.
في قهر. معلش بنات السموحة بيعلق شوي عشان النت. ها رجع رجع. يا اخي وش ده؟ المهم واضح الحمد لله. شكله معلق عندي شنتي. راح احط بيس نود على. طيب يا سلامي عليك يا السعودية. طيب الحين يا جماعة الخير مدري ليه احس اني قطوت بس والله نحتمل والله نحتمل. المهم راح يا حبيبتي المهم بحط الان غامق كذا. طيب شوية بس كتحديد بسيط اوكي. راح احط ترى كله من بلد شيكلا من شين. طيب بحط كذا كذا بس كتحديد لزاوية الرسم اللي رسمناها شيء بسيط مرة كذا. هنا صدري أحلى من يحتمل حبيبتي والله أخيرا أعطاني وجه. المهم نسوي العين الثاني. بنات ترى ما أشوف العين الثاني وش ذا من الشمس. أنت علموني العين الثاني كيف وضعها أوكي ولا لا أوكي أوكي. تخيل برج العذراء مدري حسبت عقرب بالبداية. سوي كذا الأمور طيبة بالعين اليسار ترى ما أشوف. المهم أقول لكم يا جماعة خير أمس طلعنا السوق أنا وهند أوكي. طلعنا ندور الأغراض. وحدة تذكرون ذاك الكوري اللي تصورت معي وحدة شالت النقاب تذكرونه؟ تذكرون يا جماعة خير ولا لا؟ أنتم معي تذكرونه ولا لا؟ زيد تخيل وحدة بالنقبة قاعدة بصور ماس قلت أصور لي تخيل فجأة ما شالت كذا نفس الكوري سويت كذا بالنقاب شالته وقامت تصور معي قدام الناس. انزلت جاني على طول الفلاش باك على ذاك الرجال اللي صور معها الكوري مت قسم بالله. وتشوفون واحدة مرت جنب ولدها طيب ولدها كبير يقول يروح صور معها صور معها الناس ذلك الناقص امشي يلا عطولها وشت قدامي. قلت بناتهم شوف شو خلنا نطلع قبل ما يقوم بوكس الحين قسما بالله ما توقعت كذا تفصل على ولدها قدامي. ولدها مسكين شوي بيصيح مش كي كبير كبير رجال كبير مرة والله صارت فعاليات بس مرة حلوة صدق بس ما أعرف أسولف صح أدري. المهم راح أستخدم أيلاينر أخضر ودي أستهدي ما ودي صراحة أستعجل. إلى الآن الأمور يعني تحت السيطرة. لا ما هي تحت السيطرة مو عاجبني. أصبروا خلنا ندمقة صراحة مو حلو مدمقة أحلى. أصبروا خلنا ندمقة. أنا إيش خلاني أزود الحركة ما أدري قاعد أتفلسف. مدمقة أحلى صح كذا اختفى خلي يختفي أحلى. أصبر كذا كذا أحلى صح؟ راح ما يبين كذابين قولوا والله خلاص شو سوي بس استخدم ده يا بنات ما نبغى كل شيء مولع. أسكت ولا كلمة. شوفوا لايبي مالكم دخل ميك اب ولا ميك ابكم مالكم دخل. يبين يبين بنات يبين بالحقيقة يبين. أصبر لسه بسوي روك أخضر بسوي كونتور أخضر بسوي بلاشر أخضر أبشر طال عمرك حبيبتي. بسم الله راح أبدأ أرسم أيلاينر. يا رب سترك كاد يحسن كاد يحسن وطنيه لازم مصير اخضر اخضر. طالع لي تم قطع الاتصال شيء واضح ولا لا تكفى؟ اوكي رجع الحمد لله. معلش يا بنات النت يقطع ويرجع اذا فصل عليكم اطلعوا ورجعوا لان النت الزبال هنا سوري بنات. كذا خلاص كادي ما ابغى اصير اوفر. شوفي ما ابغى اصير اوفر ما ابغى اصير اوفر يختي بحط ايلاينر اخضر لوين اروح؟ ماني سعوديه ما اشتغل ماني سعوديه يروح مع الوقت ماني سعوديه انا واحده قاطه وجه ما ابغى اكثر اخاف اكثر يقولون ايش فيك انت مسويه خوي خلوني راح
لا تخليني دحين احط حتى رموش خضراء. لا تخليني احط رموش خضراء دحين. شفتي حسبي الله على ابليس كادشت كيف خرب. اوكي طيب اسمعوا، قبل ما استخدم هذا راح ابدا بمحمود سعيد. خربت عيني، وش المصيبه، وش ذا، وش ذا اللي سويته اليوم. اسمعوا عندي ابتكار جدا رهيب، قسما بالله بخليكم كلكم تصدمون. اصبروا، صلوا على النبي، صلوا على النبي اول شيء، قولوا اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد. والاضاءه حقي لحظه، والاضاءه حقي، اصبروا بجيب ستيك اضاءه. ايوه هذه راح اخذ اضاءه ستيك. طيب راح احطها على مدمع العين عشان برسم فوق ابوز. طيب يا حبيبي والله ايش مو بنا صح؟ لا لا كذا شوفوا راح ارسم اضاءه، شوفوا عشان ابرز مدمع العين بنتنا حبيبي. شكرا بنات. تخيلوا الشريط، شريت جواز سعودي من تخفيضات العائلة. بنت تكفين بس جيب لي الجواز، خلنا أوريكم الجواز. والله بصيح جنن، تخيلوا لقيته بتخفيضات العائلة بخمسة ريال شريتها. كذا لعبة جواز عرفتوا، وتحطون فوق الفيزا، وتخيل نفسي أسافر كل مكان. خلنا أجيب لكم إياه، تشوفون مرة واحدة تحسبوني كذابة، والله ماني كذابة قسم بالله من الحماس. بنات شريت الشعر، تقولي والله ما تلبسينه، وذا الشعر جبته معي. اخر شيء قلتهم خلاص بجيبهم معي بس حق استهبال. شوفوا نحلم ونحقق في المملكة العربية السعودية. بنات مين يبغى جواز؟ شوفوا فلاي، تذكر الطيران من الرياض الى نوم، ايش نوم؟ نيوم بي. بنات جوازاتكم يلا بنسافر، بنات جوازاتكم لا تضيعونها، كيف نسافر؟ تخيلوا هم تهوشني عند كشر جيبي، رجعي وش هذا؟ بتجيبين هذا ليه؟ قلت له ماش تدخل جيبي حلو مرة استغفر الله. المهم ما تقدر تسافر، شي دعوة بسافر إن شاء الله، بسافر قريب مكان قبل كوريا، بس ما أدري محتار أسافر ولا خلي بعد كوريا، لأن كوريا مرتبت لها من زمان. كل ما أبغى أرتب صراحة ما ودي أسافر بدون البنات، قنعوهم صدق، قالت لك هذه لا توني راجع إذا تبين بعد فترة طويلة. سلامات، ودي أسافر مع البنات. بسم الله راح أبدأ أرسم. لا 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 بغيت أرسم مدمع محمود سعيد بيسيح. أصبروا راح أرسم. بنات وين الأيلانر حقي؟ بنات شفتوا الأيلانر حقي المدمع؟ أيوة لقيته. راح أستخدم كالا ميك اب. طيب حنا معك حبايبي، اشوفكم دحين ترى اليوم بنوزع بسوي معكم بس بث هند مو دحين فعاليه. طيب بنسوي فيها 500 ريال على كل علبه بنحط فيها 500، ترى قلنا نحط ريال ريالين، قلنا لا والله عيب، والله حنا ما نستحي، حنا اهل الكرم والجود اهل اليمن، بنحط على كل ذا ورقه 500 كلها من حسابك هذه. المهم بنحط 500 بنحط شكرت بنحط بطاطس بنحط كذا بنوزع عليكم، اي حد يشوفنا اكسر سياره. راح تتكلم اكسر كثير يا اخي، خلينا نكذب عليهم. اسمعي قلنا 500 اذا فكوا بيلاقوا الريال، خليهم بعدين يعرفون الزبده. فما عليكم ما عليكم، في هدايا حلوه، اذا شاف احد سياره كاد يكسرها ادخل داخلها اهم شيء تاخذ الفلوس. وين بتكونين؟ والله ما ادري بطلع معكم انا. وشريت علم السعوديه، شريت علم يا جماعه، اصبر اصبر بس بسم الله. راح نبدا الان نرسم مدمع كذا. بسم الله حلو بنات، احسه صغير ودي اعرضه اي مدينه، انا بالرياض دائما يعني اكون بالخبر، وصراحه ما قد طلعت في يوم وطني، ما احب اتوتر من الزحمه حتى وانا مو مشهوره عرفتوا، بس دحين حمسوني البنات، قلت والله لجي الرياض بس عشان احتفل، بصراحة مرة مبسوطة ارحب يا غدو. كنت ابغى اسوي الصراحة لوك اليوم الوطني اني اصور فوتوشوت بس ما قدرت، فبسوي فوتوشوت ان شاء الله بلوك يوم التأسيس، لانها اليوم الوطني جاي يعني فترة انا كنت مرة مضغوطة فيها عرفتوا، يعني شغليا فهمتوا. المهم ايش فيك؟
المهم راح احط الان مدمه كذا. احس هذا اطول من ذا. تعال الشرقية بليز. ان شاء الله ان شاء الله منوره نوركم حبايبي. راح ارسم رسم داخل عيني. بنات بنات رسم داخل عيني. راح تشوفكم اسود. وضع تمام الى الان. وضع تمام كويس. ميك اب بي طيب. في منديل. سوري تعبت شوي. بسم الله حبايبي. انت تحبون والله تمام. انا قلت تمام اصوره. اوكي ترى خشمي مزكم شوي ما تشوفون احمر. المهم راح ابدا ارسم العين الثانيه من هنا. هنا احس يبغى له محمود سعيد. يبغى له ولد عمي. ترى لسه ما خلصت الميك اب بسوي حلو. اول شيء ارسم على خدي نخله. بنات لو ما لو حس الدنيا والنخله ما رسمتها صح فاعرفوا اني راح يمسح الميك اب كامل. راح يمسح كامل اوكي. وانا ما ابغى اجيب العيد في نفسي الصراحه. فقولوا لي ارسم نخله هنا ولا لا. جايبه فصوص جايبه دنيا. هذا الايلاينر راح ارسم كذا. بوديه على فوق العين شوي. احاول قد ما اقدر اني اوسع عيني. واجيبه كذا. وكذا. ايش رايكم؟ بدون لا لسه برسم فوق الاينر اخضر ابيض. اصبري اخضر ابيض. حبايبي والله شكرا. كبس كبس تكفون. ما تدعمون بس كبسوا. حبيبتي جوري حبيبتي نقطه. راح اجي للعين الثانيه. حلو عيني الحلوه. كيف اشوف عين الثانيه ذحين؟ كذا. طيب هذا صار طويل حاد. وكذا اصبروا. ده صار اعرض شوي ولا زيه؟ لبى قلبك اللي ارسلت الكاب. بس حددي بالاخضر. اصبري لا مو بحدد برسم فوق. اصبري 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 بورش. انا وش بسوي اليوم؟ مش اتكلم باليمني اليوم. بتكلم بالسعودي. بتكلم بالسعودي. طيب دبال ارحبي يا شاي حبيبتي. اليوم بنات نتكلم سعودي. لا ستر عارف اتكلم. اليوم ما في كلام يمني. صدق صدق بنات انا ما بتكلم يمني اليوم. شو اخباركم؟ شو مسوين؟ وش تبغى؟ وش تبغى؟ وش تبي؟ وش تبغى؟ وش تبغى؟ وش تبغى يا رجال؟ علي بالطلاق اني موزه. ايش رايكم؟ شاكم اسوي تسذا ولا تسذا؟ تسذات حلوين. طوري الثاني. طيب يلا يلا بسحب دحين الايلاينر الثاني كذا بس عشان هذا طلع اطول منه حاد اكثر واعرض الصدق. لا او ام جي ايش تدخلون بالسعودي؟ ونسيت. يا ويلي ويلاه ارحب يا شاي. يا ويلي ويلاه يا ويلي ويلاه. حست الدنيا حست الدنيا يا عيال يا عيال يا عيال. صاير ذا حاد مره ما ادري. خلونا بعدين نعدله. انا ما باقي بالعيد. بسم الله. راح الان استخدم ايلانر اخضر فوق العين. طيب لا باقي بحط اخضر. بحط ايلانر اخضر فوق العين. طيب بنت اسوي ولا استهدي؟ سوي بنات. وين احطه؟ ولا اسوي نخله هنا وبس؟ بسرعه بنات علموني انا ما ابغى احس الدنيا. يحطي بسم الله. انت اللي تجنيني اليوم. قاعد اقول لهم كادي قاعد اقول لهم ما راح اسولف الا سعودي. يمني ما في. نخله برسم لكم نخله صغيره هنا. خلاص اليوم ميك اب سعودي. وش تسمونها؟ نخله؟ نخله لا احنا نخله. طيب اي قاعد اقول لهم اني بسولف سعودي. وش تبغى؟ وش تبي؟ فرق كبير صار. اي ما في فرق كبير بس اللهجة يعني في اشياء. قال انا ايش سويت؟ انا ايش سويت؟
سويت؟ أنا إيش قاعد أسوي؟ لما سويت قلب طيب؟ لا أصبري أصبري، خلنا أحاول أطوله. أوكي حلو حلو، حبيت حبيت. أصبر أصبر، بعيد عليه. صلوا على النبي كذا كذا. طيب أصبر، صلوا على النبي، قول اللهم صلي وسلم بارك على سيدنا محمد عقبال ما تحتفلون معنا. ترى لا تخلوني، أنا بسوي لوك اليمني بكرة، تخيلوا عندنا يوم 25 توقع يوم الوطن اليمني، 26 عفوا، فأنا بكرة بسوي زي اليمني وزي كذا بصور. والله ما أدري إذا بكون بالرياض، بس نحتفل بكرة ليش لا. طيب الآن رح أخذ دقيقة بجيب آيلاينر، الآيلاينر الأبيض بما أنه علمكم أخضر أبيض يا حبايبي كذا. طيب وراح أحط داخله ولا برا كادي؟ داخله إيش؟ أسود. داخله ولا برا الأبيض؟ داخل. كيف داخل يعني؟ يعني داخل آيلاينر الأخضر اللي ما بزاوي ولا برا؟ حدد فيه برا؟ داخل. بالنص بالنص. يقولون برا برا، حدديه برا. أصير لك ستاربكس. إيش سويت بنات؟ شوفي من جاك. ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. إيش رأيكم بنات أكمل؟ حلو والله. والله حلو. والله. أنت هذا الميك اب النهائي؟ لا ما خلصت. ليه؟ حلو. مو حلو؟ بس استعجلتي مرة شمس. حبيبتي لسه بسوي جهكم أنتوا 15 واحدة. والله أكيد ببدأ بوجهي أول. لا تتفقين. اوكي. امديك شو اسمها؟ هذا اذا قدرت تطلعين كادي خليها تجي. كذا الحين راح اسوي العين الثانية. والله 15 وحدة عزيزة تقول ميك اب ارتست، انا ميك اب ارتست الزمن. كل وحدة قالت تسوي لي وتسوي لي، وحدة تقول لي تخيلوا، وحدة قالت لي ارسمي لي شبه الجزيرة العربية بوجهي، هذه كادي. كنت اروحي بس روحي عند خويك تسوي لي. تخيلوا شافت لي وحدة بالاكسبلور رسمة شبه الجزيرة العربية، قالت تعالي ارسمي لي خريطة مو بوجه. خير باقي احط افغانستان واحط اليمن تحت واحط مدري ايش، عدن احط لها خليج عدن. سلامات. اي حالاتها ايلاينر بسيط زي كذا. وحدة قاعدة ترسمي نخلة وزرع وامطار وتمر قاعد يطيح على البحيرة، شكلهم تأثروا من اللايف هذاك. المهم راح ارسم الان. بالكيس. طلعت ضحكتي الحقيقية والله انك صادقة. يلا راح ارسم الايلاينر الثاني. الله يستر. يا ويلي هذا طالع فوق شوي. اسمع الثاني يقول الو او خل او ماي جاد. لا يا ويلي ويلا يا ويلي ويلا. يلا بنسوي السدا. ما وين كريم بيبتين؟ اصبري سوي ايلاينر تسدا. طيب تسدا ما يبين، فتسدا نزود عليه. ودي الفه بالعلم والله، خلي ما يكون الزبده. ما في صوت. لحظه بعيد عليه الان. بس عشان وجهك بنات اللي تطبق ميك اب اليوم ترسل لي. تكفون تكفون، بنزلها عندي او بسوي لكم لايكات او بضيفكم. اللي ما تبغى تنزل توريني تقولي لا تنزلي. ابغى اشوف ابداعكم اليوم الوطني. المهم نسوي تسدا، نخليه حاد شوي. يو ذا صار اعرض. بغطي بغطي شوي بالابيض. قاعد اقلد كفو عليك. يلا بنات حبه حبه نسوي سوا. مير شايك بوقفه الجده والله انها كفو قسم بالله. امس كنت انا موجوده باللايف بنات، بكيت بكى بكيت بكى قسما بالله امس. ما ادري الصوره قطعت قلبي ما ادري ليه. غلط في الترتيب غلط في الترتيب غلط في الترتيب. مالك دخل مالك دخل مالك دخل. خليني ارسم على كيفي. بسم الله. بس 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 بنات خبت دلعي. حلو قولي لي مسكت النقاب. قلت لهم ان البنت اللي مسكت النقاب. ما صدقوني، واحدة صورت معي شارة النقاب قدام الجمعة كلها طلعت. والناس كلها قاعدة تصور. والناس قاعدة تصورها وهي تسوي كذا. يا رب انت شركش يا رب اشوفها. ايش رايكم؟ هذا شوي متدحرق،
بس انه اهم شيء يعني يكون حلو. بنات احط هنا بعد ولا كذا خط كذا مايل ولا لا اتفلسف لاني برسم نخله صراحه على خدي. بس خلوني احدد ده. ايوه الحين جميل بس اصبر مو حاد والله ذا حاد مره طويل وذا دائري بس خلاص الزبده بنات. حط كريستال. انا وش فكرتي؟ فكرتي اني ارسم النخله هنا طيب واحط كريستالات على النخله. ما ودي كريستالات في العين. ايش رايكم؟ انا عندي كريستالات خليني اوريكم اياها. عندي شوفوا جايبه معي كريستالات. ايش رايكم؟ ودي الصراحه اني احط يعني ارسم النخله بالكريستالات يعني ارسم النخله بعدين اسوي عليها كريستالات. ايش رايكم؟ طيب الان راح ابدا اشيل بس اتاكد هذه نظيفه. اشيل الباودر اللي تحت عيني. طيب اوكي راح اخذ فرشه مره صغيره راح استخدم افتح لون من الاخضر لانه ما ابغى يعكس علي يخليني هالات. طيب لان انا خلقي عندي هالات كذا اليوم كل الوان الاخضر في عيني تفاحه يعني كذا. بنات تبغون كحله سوداء ولا بيج؟ بيج توسع العين اسود يسحب العين. شو ودكم؟ بسوي تصويت. ها بنات انتوا ايش رايكم كحله سوداء ولا بيج؟ حنا الو طلعوني كحله سوداء ولا بيج؟ عليكم السلام. اسود ولا بيج الكحل؟ تقول كادي اسود. اسود الصوره. ايش رايكم؟ بنت سحبت عليك حتى العبايات. ايش رايكم بنات؟ يا اخي والله خلينا نسوي تصويت. والله سوداء بنات خلينا نغير بيج كذا نوسع العين. لاي اسود. طيب كحل اسود وين كحل اسود؟ هذا هدى بيوتي ووتر بروف بس اتوقع انه قف علي. اصبروا خلنا نحاول اكسره من فوق لانه بدون غطاء. اي والله ما شاء الله تبارك الله. شوفوا ما يرسم. دقيقه اصبر خلنا نكسره زياده جاف لانه بدون غطاء. احلى احلى كحل. طيب بس المشكله ان الكحل ضيعت عليه الغطاء. اوكي بنات متأكدين أسود. يويلي ويلا يويلي ويلا أبك هذا ويش ليتني حطيت بيج. حسب الله على بليسكم ليتني حطيت بيج. شكرا ليش بنات ليتني حطيت بيج. ما كذا انا بغيت اسكرك بنات ليتني حطيت بيج. اشوف مو حلو. اشوف والله حلو يا ميا. بيج احلى يوسع العين. لا والله يجنن والله. بس صحيح ما ابغى اسوي وانا سويت ميك اب. يا ربي يا الله تلم البيج. بنات بصيح دقيقه. والله حلو يا ميا والله. يا بنتي مو كذا. لا احلى احلى بدون. ودي امسح. يمدي امسح صح؟ لا لا احلى بدون احلى بدون يمسح. ووتر بروف احذفي القطن قبل ما يمسح. تكفين قبل ما يثبت. يا ويلي يا رب يمسح. احلى بدون احلى بدون. لا تكذبون احلى بدون. زين اي عدسه بالواقع الكحل احلى والله. اي شوف طب اخلي كحل عين عين كحل وعين لا جميع الاطراف. لا شوفي هذه توسع العين حرام عليكم. ها يا امي اي عدسه قررت تلبسيه؟ لبست اوليفين. وين دراما؟ خلاص خربانه خربانه خلاص. وين دراما؟ طلعتها لك على الطاوله. اوكي هنا في شغل. خلاص راح حطيت لك احلى. خربت خربت صراحه بدون كان احلى. حط كذا. طيب وراح نبدا الان نحط مسكرة عشان نوجه على رسم النخله. اوكي طيب وين المسكرة؟ وين المسكرة؟ ويرز ماي ثينجز. اوكي راح استخدم مسكرة اسنس. طيب راح اعطيها مسحه خفيفه على الرموش. لا لا تفهمني غلط كذا كذا
لا 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 ما اتفقنا كذا ياسر يا اخي ياسر ما اتفقنا كذا يرحم امك كذا عشان وراح احط كذا تحت العين بسم الله طيب يا سلامي عليك يا سعودي يا سلامي عليك يا سعودية لبى قلوبكم ما قصرت يا اكس اس اتش حبيبة قلبي وحياتي وروحي حياتي والله انبسطت اخيرا حدا اعطاني وجه شكرا الحين راح اسوي مسكرة تحت العين والله لو الكحلة بيج كانت احلى بس يلا شكوى لله كذا طيب بسم الله ما ودي اكثر مسكرة حياتي اكس اس اتش 58 85 حياة قلبي انتي اصبروا شوفوا لكم على الشمس بنات بسرعة لان الاضاءة شوي خايسة عندي بسرعة عشان ببدأ ذحين بالنخلة وببدأ بنات 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 انتوا مستوعبين الان اني اذا رسمت النخله طلعت شنو الحين الحين مسح وجهي كامل لا طبعا. قسما بالله طيب ارسم هي خفيف عادي برسم بحط قلم انا برسم بقلم بسوي كرسالة خضراء فوقها وبني السعفه والسيف اصفر وش البني بني يعني بسوي الاخضر النخله الغامق العسف مدري السعف مدري تسمونه هذا البني والسيف الاصفر حلو شو رايك صح النخله كامله بالكريستال صح النخله كامله الله يستر طيب الروج بحط اخضر بوريكم بنات شوفوا والله ما استهبل بوريكم حركه مره حلوه تمام والله عندي محدد اخضر روج بس ما ودي اتحمس بنات لا انا ما ودي اتحمس في واحد حط الدب علينا طيب احنا البنات واحد رجال كاتب بجيب الشانجان اللي جنبك كذا اخضر 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 هذي انا مش ايش لا والله ما قلت قلت الشبه الجزيرة مو بس مو انتي الا قلت كذا كادي تكفى لك بحيني والله اني انسى مع السوالف كادي والله تكفى ثبت الميك اب يويلي فضيحة قسم بالله انا ما نحط فمي فولة رب الكعبة يا بنات الزبدة الآن تحمس باخذ رق وردي بس بوريكم كيف بسوي أخضر طيب ركزوا معي ريلاكس ريلاكس سماك داون طيب راح أحط تنت كله مكبوب هذا الله يستر منه كذا طبعا شفايفي أقف منها ما بتحصلون طيب بنات أي حد شفني بالشارع لا تكسرون الشباك عشان 500 ريال هدئين لكن هدئين شوي 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 بوزع 500 سحبنا واجد بس شوي شوي تكفون لا تكسرون انا بوزع هدايا بس لا تكسرون على الشباك ولا تبخون علي شباب بلا استهبال ام في متحسس من العمليه لا حد يرش علي بخاخ تكفون قسما بالله اني جايبه معي اربعه سلاح لا اي احد يبخ عندي هنا جايبه عندي شفتوا الحزمه اللي يحطون فيها الرصاص اللي يحطون فيها السلاح انا جايبتها شريتها من جنبية اسمها جنبية صح يحطون بها خنقر أنا حاطة فيها البخاخات أي أحد يكلمني على طول انتبهوا ماشي نار بدون حطب ما بتصير أي مشكلة بيني وبينك إذا ما رشيت انتبه المهم وسيارتي سواء سيارة أو سيارة كادي ترى ما فيها نانو يعني لا تسوون شيء بسم الله نبدأ الآن حد شفايف أنا ما راح أسوق ما شوي أما أنا أسوق أيوة شاش نطلب أوبر في فينا عشان ما حد يعرفنا طيب انا سقيت علي انه نحط الان نحدد الروج اوكي سدر ابدا ادمجها شوي بصابعي الصراحه ما عجبني اللون فبدمجها شوي كذا بنات ابغى لبلو يا اخي شفايفي شويه كذا قافه متشققه اشوفك اصبر خلني اخلص لك اشوف طيب ادفعي بسرعة شوف ادفعي لهالدرجة ليش تضحك وجهي؟
لهالدرجة مو حلو. والله جنة أصور لسه ما فكيت شعري. نظريني نظريني. إلا حلو ليه؟ ها؟ حلو حلو ليه؟ شوفوا بنات شوفوا مع الشمس شوفوا ها شوفوا مع الشمس والله ما نظيف. ومع العباية ممكن يعطي طاقم ستايلك. مو هذه العباية بلبسها لو سمحتي. لا تكذبي لا تكذبي قولي للناس صدق ايش فيك مستحية. هذه بلبسها مع الباروكة وقت الاستهبال. بنات هم أنا مو حلوة. صدق والله تجنن ما خلوني البنات قالوا تلبسين سودا جابوا لي سودا فيها نخلتين هنا تخيلوا ما خلوني اطلع فيها اصبري الان راح استخدم روج اخضر من ماك اخيرا راح استخدمه اخيرا بستخدمه على شيء يعني روج اخضر ايه اخضر ايش قاعده تشوفين انا قلت لكم يا بنات تطلعونها مع الذي قالتكم الاول اخضر قدها قده ما حد بيسوي لي فعاليه وبيونس شلانه حبيبتي كاني مهرج سوي كاني مهرج الكلاون عندهم متى ما يبغون بسطوني يكلموني كريهات انا اوريكم لا مو خبر مره شبي سوقي سوقي ما هد 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 ايش فيك ما حد يسوق غيرك اشوف شوف هدى جابر ربي مين هدى جابر بعد والله حلو اصبر هدى جابر جلوس اخضر خفيف ما يبين حشا الجن ما يبين شوفي لا تبيني ها حلو والله مره لا حلو يجنن ما يبين جنن لا حلو هذا والله العظيم اني قمر اقسم بالله يلا بنات جا وقت النخله اسكتين اسكتين بنات ارسم نخله هنا كنا تاتوك هذه ارسم واحد صغيره هنا لا اتحمس كنت سويت نخله هنا والله ناس في تخاطر باشياء واجد انا وانتي طب اسمع واحط هنا بنات يا اخي قاعده استشير كان انا حسب تستشيرين بنات هنا احط النخله لا 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 وين هنا اي فوق بسيط مو بلا حطها هنا تقول لها فين ها وين انا اقول ميار عليك تنمرات تنمرات اليوم الوطني جبت لك سفره الى المالدي تفضل يا سلامي عليك يا سعوديه يا ديار هذه سفرة مع التكج عرض نفسها الموت من الصلاوية مين بيجي معي المالديف؟ مين بيجي معي المالديف بنات؟ فعلي والله اني متحمسة مع الفعالية جي معي لا تنسين جوازك لحظة ادراك ان جوازك سعودي اصلا المهم يلا صد بنات برسم النخلة الان بلا استهبال انا في تحسس لا هذا لعبه ماخذينه من هذا اقولهم جوازهم تخيلي عند الكاشير تسحبه مني تكون رجيه يا هذه انت رجيه قلت والله لا اخذه عجبني حسيته حلو يعني المهم بسم الله راح نبدا نرسم النخله لا تذكرت والله حاسه اني بجيب العيد انا راح اخذ كحل اخضر طيب بجرب ارسم فيه تدريجيا قبل ما ابدا قلت سافرتي كان ممكن توريني شكل النخله قلت سافرتي بسم الله هنا ها طيب جربت الشعور هذا؟ ايش؟ التكج؟ وش تشتري النخلة؟ يا بنات شوروني شكل النخلة اني بدها تجيب العيد لا تهزين وترتيني تكفين خلنا نعرف شو النخلة تكفين شوف عادي عادي تكفين لا تضحكي اي طيب ايه طيب ما يبان ادري مو دحين اصبري اكتب اسمي اسمي اكتبي نحلة مو نحركك طيب ما عندي جوال ثاني لوحة مو بوجه انت مع ميارو ها انا شوف اني اوقف الى هنا اما هذه النخله كبيره في اشياء واجد عند الصغيره في ايش تسوين اسمي لا لا سوي سوي كذا كذا خط خط بس خط بالنكت خط 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 صلينا على النبي. انت سويتي بوتش. اصبري اصبري بجرب بالكريستال طيب؟ قبل ما ارسم. بسم الله. يا رب.
يعني صغيرة صغيرة بعدين ايه؟ أو كبيرة ما يصير. يا رب سترك يا رب. صح صح صح, صح. خليها لازم. لا ما أبغى لازم. ممتاز ممتاز ممتاز. ربنا يستر يا رب. يا رب لا يخرب وجهي. واو ممتاز ممتاز. طيب اللي بعدها نفس الشيء. أصبر. اكتبي ك لو حب للأبد. يا كادي لطقطقين علي تكفين وتر. كذا. والله يقولون يقطع. ما يالله شوفي ها شوفي بموت معناته أمس علق تخيل عندك شير كذا معلق عيني أبغى أفتحها رموش لازم قلت له دقيقة ما حاسب سويت ايش قاعد تسوي؟ والله ما ادري ايش قاعد اسوي. صح 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 استمر كملي كملي. هذه شنطارت كذا بجي هنا هذه انا حبي عليا. ايش ايش انت تركب ليها؟ اجرب انا اقول لهون وباص اوقف طح 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 ما راح يلزق نسيت انه لازم اشوف. انا اقول لك لا مو جد ادري ما يلا اسوي لك اياها. اي تكفى انا اسوي لك اياها اسوي إيه. تدري كيف؟ كيف؟ من تحت تكون كبيرة بعدين تصغر تصغر. لا امانة كرزك احطم في احلام يقولون سوي قلب بالكريستال سوي قلب لا. صح صح لا يا سوي وترسم انا اقول لك اسمعي ما راح تلزق بتطيح تذكرت انه لازم صمغ يعني كيف؟ لازم صمغ اطلع صمغ رموش اخاف اجيب العيد صمغ رموش اذا شلتيه ان شاء الله تحت الفنديشن قولي لها بسالفه البنت اللي قالت لك ما طلعت عندي صمغ اضافه تبين اضافه رموجي عادي عادي مو انت تحط سبري شعر صمغ كمش جلدي اوكي صمغ رموش صح صح مو بعيد وين سبري الشعر ما حطيت على شعري سبري ما يحتاج ما يحتاج لا يحتاج ايش في كذا شعري زار طيب اسمعوا بنات يقولون بدونها يقولون سيف خلي لا 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 تسوون سيف ولا شيء ارسم سيفين بالابيض سيفين؟ ايه اسفين تسوين سيف انت ما سويتي نخل تبي تسوين سيف السيف سهل خط كذا خط كذا وبعدين من تحت صار خط 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 صار مي اصبري الممسك خلنا نحاول امسح هذا الاخضر اللي سويته مع انه ما توقع ممتاز بقلب رمادي صح 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 وش صح انت شوفي صح 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 ارسم السيف مكانه يعني اي ارسم السيف واذا جبت العيد بنات ما راح تجيبي العيد خذي خذي معي يا امسحي يا تعالي تعالي كادي تعالي تعالي كادي طب وريني شكل السيف وريني شكل السيف وريني شكل السيف تكفين بسريع سيف ايه من وين اجيبك شكل السيف خلاص صارت يلا وريني شكل السيف صارت 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 وريني شكل السيف يلا مشكلة لأني ما قدر أمسك جوالي شافك عليه أنت وريني شكل السيف هذا السيف قاعد يرسلوا لي إيموجي طيب وريني خربت وجهي بنات اسمع اسمع بقول لك حاجه امسحي وانا سؤال ارسم لك اياه ما اقدر انا امسح وجهي ترى رسام امسح وجهي امسحي وجهك وارجع سؤال وريني يمسح وجهي
المفروض من البداية وريتني اياها. الحين لازم امسح ذا. اي طيب ايش يصير؟ اصبري اصبري اصبري. بمسح اللي فوق. لا تشورتني من اول. انت ايش انت بديت ها حبيبي وصل. يلا امسكي جوالي. ابي اروح اجيب. خليه قدامي. يلا المشكله لو خليه هنا خاف يفصل النت فهمتي يا بنت الشباك. طيب بخليه هنا. طيب الحين كيف امسح اللي فوق الان؟ امسحي تدرين ايش؟ طب انا ما يمسح بذا خلينا نجرب عشان ندق ما يجف. ها بمسك. لا لا عاد. هند. ما يمسح. هند وين؟ قلت لك تحط جيبك مزيل ميك اب؟ كيف ازيل ميك اب وانا حاطه كونسيلر طبقات تحت عيني؟ بس جاوبيني. بس جاوبيني. خليني اكمل رسمه السيف. انت المهم عندك. والله. نطلع عشان. وانا كلب كادي هذا السيف الصاحب لبس بس اللي فوق والله والله بصيح بمسح اللي فوق ما يمسح اشوف بس سيفين صح ما اقدر اللي فوق فوضى عارمة يا ويلي لحظة خلني اجرب اخلص دحين تدري ايش تسوين؟ ها ده حق رأدان اصبري انا احاول اعدلهم ذحين اصبري ايوه ابغى امسح هذا اللي هنا اصبروا خلي عندي مبرره بصير قلت لك ليتني بديت بالرسمه قبل الميك اب وين الكسر الغامق تحسبيني امزح والله اني بصيح وشو اصبري 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 بنت طيب هذا اللي ما ابغاه الله عندي طريقه حلو اسوي لك فيها اغراض وتجنن ارحب يا ستور ها لا لا بقول لك شنو بنات لزق عليها لزق لزق زين ولونها اخضر لزق ثاني لونها طرف اخضر يا سلامي عليك يا السعودية يا نيانان لسه بحددها بالأسد بس اصبروا اصبروا بيطلع أحلى لا اوكي طيب خلت شو تذبحين اول؟ لا كان كملتها نخلع العين وخلاص وين اصبروا اصبروا وين الصمت؟ هذول مصرتي اهو عليكم معكم ميارو كيف ما ترقع بس انا الحمارة يوم جيت ارسم السيف من فوق رسمته كذا مايل فهمتوا؟ خلوني بس اضبطه واحدده بالكونسيلر قصدي احدده بالاسود فهمتوا كذا هاي بنت احدده بالاسود اللي فيه اغلاط يا ويلي هذا كيف نسيت هذه كيف كذا الاول ما ينفع هنا خربته يا اخي شو مياه بنات احدد بالاسود لا تحدد بالاسود بنات تحدد بالاسود ايه حددي راح تجيب الاخضر اصبري رطبي اول مو مرتب لسه لا طيب اصبروا يا اختي مين بيشوف بالظلام اتوني اطلع من الشباك لا بخوف عيني بيشيلون ام العدسه كذا بيسحبون ام العدسه اما في ارقام اوكي طيب ما اصبروا حددي طيب اصبروا حبايبي اصبروا بس اتاكد ان السيد عرفته ومتساوي مع ذا وهذه كم؟ ايوه بس ترى كل الاطفال يختلف عن الارقام الثانيه بس انا اركز انه الحين عشان اعرف مقاس الثانيه وش في ماذا صار كذا طويل؟ خلاص يا سلامي عليك يا السعودية يا ديارازي والله انها حلوة احدده بالاخضر ولا بالاسود حبايبي بالاسود ولا بالاخضر حتى نخلة بالنص وين اوصلها لعيني همشي السيوف معليش معليش نخلة ما تصلح لي هذه النخلة شو فيها موجودة بالوسط اصلا كادي قالت لي رسمي السيفين هنا والله لو اني ولد ووطنية وسعودي بحلق شنبي سيفين كذا شكل سيفين وارسم النخله هنا قلب خنجر امانه حلو ولا لا عشان احدده تكفون ترى مره مبسوطه علي حسيت اني ضبطته هذا
ليتني هاقدة. ها تدريش بسوي؟ احط هذا هنا؟ ها؟ خلاص بحدد انا ترى حلوة. اقول كلكم بشوف اتحداكم ترسمون زيي. اسكتين اسكتين. احدد اخضر ولا اسود؟ بنات احدد عيوني وجهتي من الشمس. احدد اخضر ولا اسود؟ بنات احدد اسود ولا اخضر؟ اخر سؤال. اخضر اخضر والله احلى. ايه او اخضر. احس اسود. يلا اوكي خلنا نسوي تصويت. ايش رايكم نسوي تصويت بنات؟ بالنهايه رايي يهمني رايكم مو راي كادي. يلا تصويت سريع. الفيس اللي يبكي اخضر، الفيس اللي يضحك اسود. الفيس اللي يبكي اخضر، الفيس اللي يضحك اسود. اخضر. الفيس اللي يبكي اخضر، الفيس اللي يضحك اسود. والله تنافس قوي جدا. تخيلي بنات عيوني وجعتني من الشمس. ايش ذا قاعد تدمع. أبلف من الشمس تشوفوني كذا، تشوفوني كذا عادي. أنا ما أشوف نفسي. هلا وعو ليش تحركت؟ ليش الأخضر فاز؟ تشوفوني بسم الله بسم الله. رجع سوري بنات النت عندي مرة مرة سيء. اصبر اصبري تكفين لا توتريني تكفين. إلا وأنا أرسم ذا لسه بحدد عليه مرة ثانية. تخيلوا بسم الله بنات شوي 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 بسم الله. يقطع الآن للآن يقطع. اصبروا تشوفوني قولوا إيه ولا لا. رجع الحمد لله. كبسوا كبسوا كبسوا. المصيبة الدائرة، الدائرة تخوف. إيه كويس الحمد لله. اصبروا بالله ما جاكم توتر؟ أنا جاني أنا جاني توتر. ليه؟ اللحظة الحاسمة يخرب ولا؟ بسم الله. يا ويلي ويلا مقص جاني مقص ياني مقص. لا صح جاني مقص. احس مو بيننا سيفين ولا اهم شيء اني اهم شيء اني حاولت. طيب بسم الله حاول اصير يدي خفيفه واسرع. بسم الله اوكي. يا سلامي عليك يا سعودية قطع.